الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده الحكمة من صيام يوم عاشوراء شيم شغنا فاصل الحكمة كيا حكمة كيا wisdom بيت كين صيام يوم عاشوراء عاشوراء كدهو جن روزن بيت كين كيا حكمة أنا حديث عن ابن عباس رضي الله عنه ابن عباس كرا بيان رضي الله عنهما ونن قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة قدم آي هسا رسول الله صلى الله عليه وسلم كور مدينة مدينة آي نبي صلى الله عليه وسلم فوجد اليهود يصومون عاشورا يوم عاشورا فوجد تمو هسا لي بكم اليهود يهود يصومون يوم عاشورا تمو استوان عاشورا شدوشي كم يهود بيد نال بورايس كم ويس كفار مكة ثاوان ٹھيك يتشو يهود استوان مدينة اندر عاشورا دوشي روزة ٹھيك بعد كان بيان فسعلوا عن ذلك فاستمنا اخبار سندر سوال کرن کمن یہود تو کیا چھو ہم دو شروع ز فقال فقالوا دوان تم ہس کور بیان هذا اليوم چ سدو الذي اظهر الله فيه موسى يمد الله ترهن اظهر الله يمد الله ترهن کیا د موسى علیہ السلام مدد ٹھیک ام بدن نے غالب کر اللہ تعالی موسی علیہ السلام و بنی اسرائیل علی فرعون بکرن بنی اسرائیل تے غالب کون پٹھن فرعون اس پٹھن فنحن نصومه بس اش ام دو روز تھاوان تعظیما له تم دو کی تعظیم سندر ام دو کیس تعظیم سندر پتہ فقال النبي صلى الله عليه وسلم دو و النبي صلى الله عليه وسلم پتہ نحن بس اش تیلی فنحن اش تیلی کے اولى بموسى اش کیا زیادہ حق تھاوان موسی علیہ السلام سۭتۍ تہند کھوتن اش زیادہ نسبت موسی علیہ السلام تہ سۭتۍ اش زیادہ تمس پٹھ ایمان انا وغیرہ فنحن اولى بموسى منكم فامر بصومه پد دکھ تم کے روزن ہن حکم بکس روایت اخرجہ مسلم بکر و بہ روایت فصامه موسى شکرا پس موسی علیہ السلام تھا ام دوش روزہ شکر کس حالت اندر فنحن نصوم تم ان کی علم موسی علیہ السلام تھائے تو اس تھاوان چھ روز ٹھیک مران کی فی الحدیث بیان للحکمہ تل عظیمہ من مشروع صیام یوم عاشور دو حدیث موارک اندر چھ حکمت عظیم تمیک بیان آمد کرنے کمچ وضاحت چھ حدیث موارک اندر تم حکم بج حکمت یس زن عاشورا کہ دوہس کن دوہس روزن پت کن شام تھاون وہی اس کیا چھ تعظیم ھذا الیوم ام دوہش تعظیم و شکر اللہ تعالی علی نجات موسی علیہ السلام و بنی اسرائیل بیش موسی علیہ السلام بنی اسرائیل اس اللہ تعالی نجات دت فرعون سن عذاب نشن تات پر شکر گو شکر کر اللہ تعالی سن شکر شوا کرن کم سجن روزو سجن تمو کر شکر بطور قومن یہ ٹھیک و اغراق فرعون و قومه بیش اندر اللہ تعالی تم کر فرعون غرق تی بیت ہن قوم ولہذا سامه موسی علیہ السلام شکرا للہ تعالی دو ایم موجود تھا ایم دہ روز کی موسی علیہ السلام گو پیغمبر تھا ایم روز کیا زی اللہ تعالی سن دی شکر خاطر و سامت الیہود یہود تھا روز و امه محمد صلی اللہ علیہ وسلم احق بأن تقتدي بموسى من اليهود اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت یزن چھ سچ زیادہ حق دار سچ زیادہ قابل یعنی حق تھاوان کہ تم کرن اقتداء کم سن موسی علیہ الصلوۃ والسلام ان یہود ختم فاذا سامه موسی شکر للہ تعالی فنحن نصومه كذلك دم یل موسی علیہ السلام تو رب سن شکر خاطر یہ اسے کن تھا تو اس تھا تھے کن کہ علی ھذا قال صلی اللہ علیہ وسلم اے موجب فرمو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فنحن اولى بموسی منکم اش تہ کھتن زیادہ موسی علیہ السلام سے حق دار فن فانا احق بموسی منکم کن بکسن کرو بیان نحن نہ کہ فانا بس بشو زیادہ یعنی مطلب کیا چھ نحن اثبت اش زیادہ ثابت قدم و اقرب اش زیادہ قریب لمتاعبت موسی علیہ السلام منکم تہند کھتن زیادہ چھ موسی علیہ السلام سن پیروکار فانا موافقون له فی اصول الدین کیازی اچ دین کن بنیادن اصولن اندر عقیدن اندر تمن سر موافقت تھاوان و مصدقون لکتابی اچ تم سن کتاب کران
تصديق وانتم مخالفون لهما بالتغيير والتحرير يلزم تشو مخالفت كران تمس موسى عليه الصلاه والسلام هس تبديلي كرت كتابي تحريف كرت كتابي الترشن كرت كتابي ورسول الله صلى الله عليه وسلم اتبعوا واتبعوا للحق منهم بس رسول صلى الله عليه وسلم يعني اتبع ساري كو زياد يعني اطاعت گزار ساري كو زياد اتباع كرنو الحق يمقدر فريزا صام يوم عاشوراء موجب تايت عاشور شدوچ روز وعمر بصيامه تقريرا لتعظيمه ان بدن تو حكم دتوك كي تاكي تمش تعظيم روزي برقرار تمش تعظيم تم دوش تعظيم روزي الله تعالى موسى عليه السلام ازيد ديز تم دوش تعظيم روزي برقرار وتاكيدا لذلك بيس ام دوش تاكيد قال ام حديث من ان شاء الله مطلب كي دروس من يعني اكتب ثلاثون دروس يعني درو درس كم مثلا يوم عاشوراء كم مثلا اتم شواريه یتھ منٛز چھُ یہِ تہِ کہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ پیغمبر ییٚمہِ ساتہٕ تِمَن کانٛہہ نجات اوس میلان یا عذاب نِش ٲسۍ بَچان وغیرہ گۄڈٕ تِمَن اوسمُت گژھان کٲفرو سۭتۍ عذاب پَتہٕ ییٚلہِ تِمَن میلان اوس عذاب تِم ٲسۍ تَمہِ پَتہٕ شُکُر کَران شُکرَس اَندَر ٲسۍ تِم عمل کَران تَتھ چھُنہٕ شُکُر صرف مال سۭتی اوس یِوان کَرنہٕ کِہیٖنۍ تَتھ چھُ اَکھ چیٖز یہِ کہِ اِنسان کَرِ پنٛنِس نفسَس پٮ۪ٹھ کَنٹرول سُہ گوٚو یہِ کَرِ روز رۄب سٕنٛدِ خٲطرٕ گوٚو روز تہِ چھِ اَکھ بوٚڑ شُکرُک ذٔریعہٕ اَکھ سَمجھ چھا یِوان وعن ابي موسى رضي الله عنه قال دبا ابو موسى رضي الله فرمو كان يوم عاشوراء يوما تعظمه اليهود دبا يسي عاشوراء دو اوس ام دو اس يهود كيا كران تعظيم وتت تعظيم كران زبردست ريسبكت كران ادوس وتتخذ عيدا احتج تمنا عيد ام دو اس يهود كيا مناون عيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي سن فرمو صوموا انتم تتهي ام ده روز اخرجه البخاري ومسلم وفي روايه لمسلم مسلم اندر روایت كان اهل خيبر يصومون يوم عاشوراء يتخذونها انه عيد دما خيبر ولكم گئی امزن کور گئی ميتس مدينه اندر بسان يهود تهون سے قبیل زنوس يهودن دما تمس ام دو روز در روزان بیس عاشوراء بیس عيد بناوا ی دو ويلبسون نساءهم فيه حليهم وشارتهم بس ام دو پنن خواتین بہترین لباس لاگان بیس تہن زیورات تمن لاگان بہترین قسم زیورات تمن لاگان ٹھیک فقال رسول صلی نبی سن فرمو صوموا عنتم تو تھو ام دو روز وظاهر هذا امغه ظاهر شو هي كي ان من حكمه صومه مخالفه لليهود مخالفه اليهود دما يم حديث اندر ونه تو كرو ي دما امغه ظاهر شو هي كي اندر شو حكم كي ام كي حكمه اندر شي حكمه صومه مخالفه اليهود روزر هند حكم مشروعيه اندر شي حكمه دي كي ادغس كومن مخالفه يهود وذلك بعدم اتخاذ عيدا سغيت كان كي شن عيد بناوين كين والاقتصار على صومه صرف شي اندك بتاوني روز لان يوم العيد لا يصام كايز عيد هندو يوزر اندر شن روزي وتاونه كين وهذا اوجه من مخالفه اليهود في يوم عاشوراء دما يش اخ طريق اخ وجه اخ طريق اخ جهت اخ يهودن مخالفت كارنس اندر يوم عاشوراء قسم دوس پٹن وسياتي ان شاء الله وجه اخر من المخالفه اتي بياخ طريق ان شاء الله ام برگس حديث اندر مخالفت كت كن هكو يهودن كرت اخ طريق يگو استو روز يا سم شمنا عيد عيد شنو روز در بهنه كهين پد كه وهو صوم التاسع قبله سگو استو نيم دوج امبر روز سيز برونكون پَتہٕ کَران بیان بیٛاکھ تذکر وقت ذلح فی حاضل یومِ طایفتان دَپان یَتھ دۄہ کِس موقعَس پٮ۪ٹھ گٔے زٕ قوم گُمراہ زٕ جمٲژ گٔے اَتھ کیٛاہ گُمراہ نمبر اَکھ طایفتُن شابہت الیہود دَپان اَکھ جماعت ہا گٔے یِم زَن یہوٗدٮ۪ن ہٕنٛدۍ ہی چھِ یہوٗدٮ۪ن سۭتۍ مُشابہ تِمو کٔر تِمَن سۭتۍ فِن سِمِلَرٹی کٔر اختیار فَتَّخَذَتْ عاشوراء موسم عیدٕن و سروٗر تِمو بَنوو عاشوٗرو دۄہ سروٗر خوشی تہٕ بیٚیہِ عیٖد ہُنٛد موقعہٕ وَتَظْهَرُ فِيهِ شَعَائِرَ الْفَرْحِ كَالِاِحْتِصَابِ وَالِاِتِحَادِ پَتہٕ چھِ تِم امہِ دۄہ کیٛاہ کَران یہِ امہِ دۄہ چھِ تِم ظٲہِر کَران خوشی ٹھیٖک یہِ چھِ خوشی ہُنٛد اِظہار چھِ کَران اَنٛدَر شَعَائِرَ الْفَرْحِ یعنی خوشی ہِنٛدۍ بٔڑۍ بٔڑۍ علامت چھِ کَران ظٲہِر امہِ دۄہ نِشٲنی کَران ظٲہِر بیٚیہِ کَران ظٲہِر مطلب مِثال تِم چھِ لِباس لاگان تِم چھِ سۄرمہٕ لاگان ٹھیٖک تِم چھِ خِزاب کَران سٲلِم چیٖز وَتَوْسِعِ النَّفَقَات عَلَى الْعَيَالِ بیٚیہِ چھِ تِم امہِ دۄہ کیٛاہ کَران پنٛنٮ۪ن گَرِکٮ۪ن پٮ۪ٹھ زیادٕ زیادٕ خرٕچ وَتَبْخِ الْعَطْئِمَةِ الْخَارِجَةِ عَنِ الْعَادَةِ یِنہٕ عام دۄہَن کھٮ۪وان چھِ کِہیٖنۍ تَمہِ کھۄتہٕ زیادٕ چھِ امہِ دۄہ پَکاوان
آسان وغیرہ ونحو ذلك من اعمال الجحال اتھے کن باقی واریہ عمل جوہلانہ جوہلان جوہلان پر عمل الذين قابلوا الفاسد بالفاسد یمو فاسد کیا کور کم سیتن مقابل فاسد سیتن والبدع بالبدع بدعس کور مقابل بدعت سیتی گو علاج کرو دادس کرو دادس سیتی علاج اتھے کن چھو یاد جائے تھی گئی گئی اخ جماعت یم چھ امدا عید وید وغیرہ مناوان یہ اخ دیم و طائفت اخرى اتخذت عاشورا یوم یوم ماتم و حزن و نیاحا یہ ییتی یوم مان عاشورا دوہ اندر چھ بیاخ جماعت تم یمو یہ دوہ بنو کیا ماتمک دوہ غمک دوہ بیٚیہِ نوہا خٲنی ماتم کرنُک دۄہ لِعجلہِ قتل الحسین بن علی رضی اللہ عنہما دپان کیٛازِکہِ تِم چھِ وَنان امہِ دۄہ آو کرنہٕ قتل کُس الحسین بن علی رضی اللہ عنہ اہلِ بیت کربلا گا أمۍ ٹھیٖک یہِ وَنان چھِ تِم تُظہِرُ فیٖہِ شعار الجاہلیہ من لطم القدود و شک الجیوب دپان امہِ دۄہ چھِ تِم پَتہٕ ظٲہِر کران جاہِلن ہٕنٛز علامتہٕ یِم تِہٕنٛز نَنہِ علامتہٕ آسہٕ مِثال لطمِل قدوٗد یِم چھِ پنٛنٮ۪ن رۄخسارَن ٹاس لایان و شکِل جیوٗب یِم چھِ پَنٕنۍ پَلو ژَٹان ٹھیٖک پَنُن سیٖنہٕ پَنٕنۍ پَلو ژَٹان و اِنشاد قصاعد الحزن حزن بیٚیہِ چھِ یِم کیٛاہ کَران حزن یعنی یِم زَن گٮ۪وُن آسان چھُ قصیٖدٕ آسان چھِ کَمِکۍ غمٕکۍ یِم زَن آسان چھِ تِم چھِ آسان گٮ۪وان ٹھیٖک تِم نعت وغیرہ روایت الاخبار التي كذبها اكثر من صدقها اكثر من صدقها دپان کہِ بیٚیہِ چھِ رِوایت آسان کَران تِمَن خبرَن ہٕنٛز تِم واقع چھِ آسان وَنان التي كذبها اكثر من صدقها یَتھ اندر اَپُز زیادٕ چھِ پَزرٕ کھۄتَن والقصد منها فتح باب الفتنہ یِہُنٛد مقصد چھُ آسان کہِ یِم پھٔہلاوہَن یعنی آزمٲیشہِ ہُنٛد دَرواز ترٛاوان فِتنُک یَلہٕ و تفریٖق بین العمہ اُمَتَس درمیان ترٛاوان تفریٖق یہِ چھِنہ کٕم کَران رافِضی ٹھیٖک و هذا عمل من من ظل سعيه في الحياه الدنيا ايش عمل يهن سر کوشش گئی دنیا اندر رایگان وهو يحسب انه يحسن صنعا مگر ايش گمان اندر ايش کران رصر وقد حد الله تعالى اهل السنه بس الله تعالى هند هدايت اهل السنه ففعلوا ما امرهم به نبيهم صلى الله عليه وسلم من الصوم تم شكارات يتم النبي صلى الله عليه وسلم پنن حكم ام دوغ روزن هند مع رعايه عدم مشابهه اليهود في سگي سيد سيد يكي يهودن هن شر مشابهت كرا كهن واجتنبوا ما امرهم الشيطان به من البدع بشكارات تحنشن اجتناب الشيطان ومن حكم ديوان شكا در بدت اندر فلله الحمد والمنه بس تمسي الله تعالى الحمد منا اللهم فقهنا في ديننا وارزقنا العمل به والاستقامه عليه ويسرنا لليسرى وجنبنا العسرى واغفر لنا في الاخره والعولى وصلى الله وسلم على نبينا محمد احنا شبيع سغو يعني اغي بياغو سنيتش كار باز كران تم شن دبا امدا كارونا خاندر كين خاندر وغيره كارونا كين يا امدا شن نحوسه يا امدا باقي شيء سچي سم كران چ سشن جويز كين.